اليوم موضوعنا بخص أماكن العبادة في أمريكا. موضوع مهم ولازم نسلط الضوء عليه، وهو الكنائس اللي أصبحت مساجد. في الآونة الأخيرة تحديداً مليان كثير كنائس تحولت لمساجد. يعني في منطقتنا تقريباً جنوب شيكاغو تقريباً أكثر من 3 مساجد خلال سنة تحولت من كنائس لمساجد. فخلينا معكم نتعرف شو أسرار بيع الكنائس وليش المسلمين بيشتروها بحولوها لمساجد. خلينا معكم نفهم هاي التفاصيل. عشان نفهم كثير تفاصيل عن الكنيسة راح تحول لمسجد، معنا الأخ مهند العلمي، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين لهذا المسجد والقائمين بأعمال الإنشائية للمسجد، صحيح؟ نعم، الحمد لله. يعني أنا أحد الأعضاء القائمين على المشروع المسجد هذا، وإن شاء الله يعني ناخذ جولة نشرح لكم المشروع بالتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. زي ما بتعرفوا كنيسة وحولت الآن إلى مسجد. طبعا هو قيد التجهيز لسه في بدايته، وإن شاء الله منشوفه كامل بعد فترة. قديش طبق تقريبا؟ ممكن. إن شاء الله. يعني الآن إحنا في مرحلة استصدار التراخيص، إن شاء الله يعني تقريبا خلال مدة شهر بإذن الله تبدأ الأعمال داخل إن شاء الله. يلا تفضل. طبعاً الكنيسة عبارة عن مبنيين، وأيضاً في هذا المنزل يعني هذا المنزل من ضمن الكنيسة، اللي هو المنزل اللي هناك مع الكراج أظن، صح؟ نعم صحيح. أوكي تمام. طبعاً هذه المواقف، هاي مواقف السيارات هون. هذا الباب الرئيسي حيكون هذا؟ نعم، هذا راح يكون مدخل الرجال الرئيسي. المبنى اللي على يميني، هذا المبنى بني عام 1945، بدأوا البناء فيه لو هذا المبنى ما شاء الله. تم استكمال المبنى كامل في عام 1949. حلو. طبعا هذه كل مبنى مكون من طابقين، هذا الطابق الأول، هذه القاعة الرئيسية. هذا المبنى الأصلي كانت عبارة بس الكنيسة عن قاعة واحدة. حلو. بعدين تم بناء هذه الإضافة في عام 1954. تمام. من الأعمال اللي قمنا فيها طبعاً تغيير النوافذ. طبعاً هذه النوافذ كلها كما معروف هي كانت الرسومات الإيطالية اللي معروفة في معظم الكنائس اللي موجودة. اشترينا الكنيسة في شهر 10 2020. كان في صعوبات في الشراء؟ ما كان في صعوبات. طبعاً كانت معروضة للبيع بمبلغ 600,000 دولار. احنا اشتريناها بمبلغ 450. لما تشتري كنيسة، هذه الكنيسة جاء معها ترخيص بيت عبادة، فما نحتاج ان احنا يعني نستصدر تراخيص جديدة او شيء، فبتكون العملية اسهل بكثير. شو السبب انه هاي الكنائس تباع؟ يعني شو السبب؟ السبب ان اولا مثل هذه الكنيسة تعتمد على جيل معين. يعني هذه الكنيسة يمكن اللي كان معظمهم كانوا كبار في السن، وطبعا بالنسبة للنصارى يعني هم بيعتمدوا على فئة معينة، هم أكثر ناس اللي بيكونوا متدينين، والأجيال اللي تأتي بعدها يعني نوعا ما تهمل الكنيسة. فهذا السبب، لأن يعني إحنا بحثنا عن تاريخها وجدنا أن معظم الأعضاء اللي كانوا فيها كبار في السن، وكثير منهم يعني ماتوا وأصبح العدد الأعضاء قليل. وطبعا هم ما كان عندهم دعمهم الكامل من الأعضاء، فلذلك ما لما قل الأعضاء قل الدعم، وقلت طبعا التكاليف عالية، خصوصا تعرف أنه يعني هذا مكان كبير ما هو صغير.
فكرنا وين في الدول اللي انتم عايشين فيها صار في كنائس حولت لمساجد والعكس صحيح، مساجد حولت لكنائس في العصر الحديث، وخاصة انه مئات من الكنائس حاليا في امريكا عم تباع وتحول لمساجد او اماكن للتسلية. تقاطع هذا اللي هو سنترال افنيو وعندك هذاك ستيت رود. ستيت رود سنترال وستيت رود عندك ال 103 وسنترال طبعا منطقه يعني مكتظه بالعرب والمسلمين، وايضا عندك جهه المطار. حاولنا ان يكون يعني في مكان يكون قريب من جميع التجمعات ويكون سهل ان الناس توصل له. حلو حلو. في نفس الوقت يخفف من الضغط على منطقه بريجيو. صحيح. الكنيسه تم اهمالها بالكامل، يعني ما شال ولا شيء من الكنيسه. يعني حتى تشوف بعض الاغراض لسه موجوده الى الان، اللي هي هاي الكتب الانجيل. طب هاي الكتب انتو شو راح تسووا فيها مثلا؟ الكتب طبعا احنا راح نجيب شركه اللي بتسوي الشريدنج علشان يعني ياخذ الكتب كامله. تمام، يعني ما راح يتم اتلاف اي شيء؟ لا، لان طبعا هذه الكتب برضو فيها اسماء انبياء فما يجوز اتلافها، يعني لازم يعني شركه متخصصه. احنا غيرنا الشبابيك كامله واذا لاحظت الشبابيك هنا شوي معتمه علشان الجيران حتى ما ينكشف الجيران، بس على جهه الشارع تركتوها شفافه. نعم على جهه الشارع. نعم هذه للخصوصيه لان الجيران يعني قريبه منا، فهذه علشان تكون خصوصيه له. حلو. فتم ترميم الاحجار كامل حول المبنى. هنا لو تشوف تاريخ 58 تم الانتهاء من هذا المبنى. لأسباب أمنية طبعاً تعرف يعني النساء لازم يعني تفكر في الأوقات. أحياناً عندك في رمضان مثلاً التراويح بتكون مثلاً في الليل، لازم يكون آمن للنساء بحيث أن يعني لا قدر الله ما أحد يعتدي ما أحد أي شيء، هذه لازم تكون أشياء يعني في الحسبان. احنا اخترنا الباب اللي من هذه الجهة يكون للنساء. طبعاً المساجد تحتاج إلى دعم لأن في مصاريف، اللي بيكونوا في المساجد بيكونوا متبرعين يعني متطوعين يعني بيتبرعوا بالأموال أيضا بتطوعوا بالوقت. الوقت. نعم احنا بالنسبة لنا في هذا المسجد جميعنا متطوعين يعني ما في أي شخص بياخذ أجرة على العمل. احنا تكلمنا مع البلدية من البداية من قبل حتى عملية الشراء حتى نتأكد ان يعني عملية الشراء تتم ويعني ما في اي صعوبات تعقيدات يعني عثرات او اي شيء. فتواصلنا معهم من البداية، كنا صريحين معهم من البداية ان يعني هذه عملية الشراء راح تتم طبعا على اساس انه يوافقوا على تحويلها من كنيسة الى مسجد. وطبعا الحمد لله يعني اعطونا الضمانات وكل شيء، قالوا طالما انه يعني كل شيء على حسب الكود اللي ستح وضعته بالنسبه للبلديه والاعمال الانشائيه وكذا فالامور طيبه. طبعا بالنسبه للشعب بشكل عام طبعا احنا ما نستطيع نغير، يعني كل شخص له نظرته الخاصه. يعني مثلا عندك مثال هذا البيت اللي في الخلف، يعني صاحبة أول ما عرفت وضعت للبيع، الحمد لله مسلمين اشتروه. لكن طبعا الإنسان يحاول قدر الاستطاع، لما ذكرت المداخل المخارج للنساء يعني يضع في باله الحس الأمني حتى يكون في أمان، حتى اللي يأتوا في الليل في أي وقت يعني
يحسوا بالأمان ويكون خاصة إنه يعني صار في بعض المناطق اعتداءات على المساجد. نعم صحيح. يعني في تخوف من قبلكم بهذا الموضوع؟ أكيد لازم يعني إن شاء الله راح يكون في كاميرات مراقبة، إن شاء الله راح يكون في يعني رجال الأمن اللي تستأجرهم، خصوصا تعرف أيام الجمعة، أيام الأعياد، في صلاة التراويح في الليل مثلا، حتى يعني المسلمين يعني يحسوا بالأمن. وطبعا هذا بيت الله عز وجل ولازم إن إحنا نهتم فيه. أماكن للعبادة زي الكنيسة أسهل إلك في إقامة مسجد، شو الأسهل؟ شراء الكنائس أسهل. أسهل نعم، لأن الترخيص أول شيء موجود. لأن لما تشتري قطعة أرض وتبني عليها طبعا لازم ترسم مخططات، لازم فراح تواجه ممكن مشاكل من البلدية أو من السكان اللي ساكنين في المنطقة. يعني في أمثلة صارت، طبعا سكان المناطق أو المنطقة المعينة رفضوا أن يكون في مسجد. طبعا لما تشتري أرض يعني ما راح تستخدمها، راح تضطر أنك تبيعها، لأن يعني في بعض المناطق طبعا علشان تنشئ مكان عبادة لازم يسووا تصويت ولازم يعلنوها لسكان المنطقة، وسكان المنطقة لازم يروح إذا في أي حد عنده اعتراض أو شيء يسجل اعتراضه. فلما يكون في اعتراضات طبعا البلدية تأخذ بعين الاعتبار أي اعتراض، فهذا راح يصعب العملية يعني وراح تأخذ وقت. في النهاية راح يعني على حسب الوقت والمكان ممكن تأخذ مثلا سنتين في بعض المناطق، بعض المناطق ممكن تأخذ 5 سنوات 6 سنوات. فهذا الوقت يعني أحيانا مهم، في 5 6 سنوات أنت تربي جيل كامل. فالأسهل أنك تشتري مكان يكون فيه ترخيص دار عبادة، بحيث أن الترخيص موجود. شو راح يكون اسم المسجد؟ مسجد الاستقامة. استقامة، هل موجود؟ نعم موجود المسجد. احنا شغالين على الويب سايت، لكن في جوجل لو كتب مسجد الاستقامة يعطيك هذا المكان. هون في أمريكا زي ما بتعرف في حرية للأديان، في حرية للمعتقدات، في حرية للكلام، تقدر تحكي اللي بدك إياه، تقدر تعمل التجمعات اللي بدك إياها، هاي من الحريات اللي موجودة في أمريكا. وهون في أمريكا وفي أوروبا بشكل عام مئات الكنائس عم تتحول لمساجد، وفي من ضمنها اللي ما بتصير مساجد بتصير زي مطاعم أو أماكن للتسلية. فحكونا رأيكم بهذا الموضوع، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وأهم شيء السبسكرايب، وكمان احكوا لنا شو انتو حابين تشوفوا مواضيع في أمريكا، شو حابين تشوفوا شغلات جديدة على قناتي، شو في شغلات ممكن نحكي فيها في المستقبل.